عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ تمام الحمد لله. وجينا ايه شعورك النهارده في الدوره 43؟ شعوري ان انا مبسوطه ان انا هشوف طبعا استاذ كريم عبد العزيز واستاذه نيلي، وهما بيتكرموا لان they are my role models. فمبسوطه قوي ان انا هبقى بشارككم حاجه زي دي. اوكي طب كلمينا عن الاوتفيت بتاعك اللي زي القمر. اوكي الاوتفيت بتاعي اولا ستايل باي منى رئيس، اوكي دريس باي هاني البحيري، ميك اب باي زينب حسن مامتي، تمام، وهير باي محمد الصغير ابانو، وجوليري باي سيران. اوكي طيب كلمينا عن ادوارك في رمضان. انا كنت مبسوطه قوي يعني بنجيب زي زركش ودول راجل. اوكي كلمينا النقلة دي عملتيها ازاي؟ كنت مبسوطه قوي بان هما تجارب مختلفه، و يعني كل واحد كان ليه روح وكل واحد كان ليه الاستفاده بتاعته، وكان يعني كان دكتور يحيى الفخراني كانت اضافه كبيره جدا 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 ليا، وطبعا انا يعني ممتنه لحاجه زي دي، وطبعا استاذ ياسر جلال. ولا الحقيقه كنت مبسوطه قوي. كان شعورك ايه وانت واقفه قدام دكتور يحيى الفخراني؟ كنت مبسوطه جدا 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 وكنت محظوظه. اكيد. اوكي طب ايه رايك نلعب جعبه؟ يلا. ده بوكس فيه ايموجي. هفتحه؟ هتفتحيه وتواجهيني الايموجي وهسألك سؤال. دول اتنين. دول اتنين اصلا؟ طيب ايه اكتر اغنية بتحبيها واغنيها لنا؟ عارف انت الحظ بعينه كان وشك حلو علي، كل اللي الناس شايفينه ما يجيش 1%. حبيبي I love you. طيب شوفي موسي تاني. ها القلب. قوليلنا ايه اكتر حاجة بتحبيها فيه في شخصيتك؟ ان انا يعني الجوايا على طول برا. طب دي احلى حاجة. دي احلى حاجة كلنا عايزينك على فكرة في حياتنا. ميرسي يا رنا، اتبسطت معاكي جدا. انا كمان اتبسطت.